بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. في هذا الفيديو 12 للوحدة الخامسة الميكانيك راح نقوم بهذا التطبيق، أي راح نقوم بدراسة توازن جملة. راح يعني نطبق القانون الثالث لنيوتن، وعندما أقول القانون الثالث لنيوتن نقصد به أي مبدأ الفعلين المتبادلين. وفي هذا التمرين راح نشوف القوة المطبقة من طرف نابض النتشفاو، كنت درستها، وهي دافعة أرخميدس لا بوسي دارشيماد. ها هو نص التمرين. قال لك في نقطة ثابتة نثبت نابضا مرنا طوله الطبيعي ال صفر يساوي 10 سنتيمتر. لاحظ هنا في الشكل ال صفر، يعني عندما يكون النابض أوروبو يكون في الراحة ال صفر. وشوف لهنا ال، عندما نضع الجسم هذا في النابض يعني النابض يستطيل، النابض هنا يستطيل. كنت درسته من قبل تقلص النابض واستطالة النابض. في هذه الحالة عندنا استطالة النابض. إذن كي يستطيل النابض؟ يعني هنايا لاحظ عندنا راح يزيد الطول، راح يزيد اللي هو دلتا ال، أو نسميه كذلك هذا اكس صفر. لماذا؟ لأن هنا رايحين نديرو إسقاط على ماذا؟ على المحور، هكذا المحور اكس اكس صفر. هنا راح يكون إسقاط على المحور اكس فتحة اكس هكذا، الذي سميناه اكس صفر. هذا اللي هو دلتا ال، دلتا ال يساوي ال ناقص ال صفر، سنرى فيما بعد. إذا قلنا ال صفر يساوي 10 سنتيمتر، وثابت مرونته ك يساوي 50 نيوتن على المتر. ثم نعلق بطرفه الحر جسما صلبا اس. ها هو الجسم الصلب الذي نسميه ب اس، هكذا اس. كتلته ام تساوي 200 غرام. قال لك أدرس توازن الجملة واستنتج قيمة رد فعل نقطة التثبيت أ، وكذلك الطول الجديد للنابض، وتعطى هنا تعطى جي تساوي 9.81 نيوتن على الكيلوغرام. إذن لهنا متى يتزن الجسم؟ عندما نقول توازن الجملة نقصد به توازن مركز عطالة الجسم. إذن لهنا كما تلاحظون أعزائي الطلبة، ها هو لهنا، نلاحظ أن مركز عطالة الجسم هذا S اللي هو هنا، ها هو هنا اللي هو جي هكذا، يتزن تحت تأثير قوتين متعاكستين كما نرى هنا. الأولى اللي هي بالأحمر قوة ثقل، يعني وزن الجسم، والثانية اللي هي بالأزرق تي اللي هو توتر النابض. إذن يتزن مركز عطالة الجسم، يتزن مركز عطالة الجسم S تحت تأثير قوتين، تحت تأثير قوتين متعاكستين، متعاكستين هما ماذا؟ هما وزن الجسم اللي هو الثقل، الثقل P، والتوتر، التوتر النابض، والتوتر T. صح. يعني هنا قلنا باللي القوة المطبقة من طرف النابض كنا درسناه فيما قبل، قلنا دافعة أرخميدس أو لابوسي تا أرشيماد. صح. هنا لاحظ، هنا هاتين القوتين أي بي زائد تي تساوي الشعاع المعدوم. لاحظ في الرسم وين ترسم، لاحظ انتبه، أي بي تترسم
ابتداء الشعاع بترسم ابتداء من مركز الجسم اس، اما تيتا ترسم وين يحكم النابض الجسم وراه معلق الجسم، يعني هنا متفاهمين صح؟ اذا لهنا اعزائي الطلبه واش راح يكون عندنا، يعني هنا واش نقول انه اي مجموع القوى الخارجيه راح مجموع القوى لفورس اكستيريور تساوي الشعاع المعدوم صح. اذا راح يكون يعني عندما اقول بي زائد تي تساوي الصفر، هذا يعني ان بي يساوي ناقص تي، هذا يعني ان بي ناقص تي تساوي الصفر، قيمة هنا طاولة الأشعة بي ناقص تي تساوي الصفر، هذه نسميها العلاقة واحد. من هذه العلاقة تعني أن بي يساوي تي، هذا يعني أن بي تساوي خي أم جي، أم جي تساوي والتي يساوي كا أس صفر أو كا دلتا ال، كا دلتا ال أو إكس صفر، يعني إكس صفر اللي هي نكتبو تي تساوي كا دلتا ال أو نكتبو تي تساوي كا إكس صفر، يعني هذه دلتا ال أو إكس صفر هي استطالة النابض، هاي نكتبها لكم هنا باش تفهموا مليح. يعني أولا واش ندير، أولا عندنا هذا كا اللي هو ثابت مرونة النابض، ثابت مرونة النابض صح، بالفرنسي نسموه كونستانت دو ريدور دو روسور أو بيان نسموه ريدور دو روسور تو كور، كونستانت دو ريدور دو روسور هو ثابت الوحدة تاعو كما راكم شفتوها في نص التمرين النيوتن على المتر، هي الوحدة تاعو. أما هذا نسميه كذلك إكس صفر، نسميه إكس صفر، نرمز له بإكس صفر اللي هو استطالة النبض، استطالة النبض، استطالة النبض بالفرنسية يسموه ألونجمون، أ allongement du ressort، allongement du ressort هو مقدار جبري، مقدار جبري حيث دلتا ال اي اكس صفر، اكس صفر تساوي دلتا ال تساوي ال ناقص ال صفر كما قلت لكم في بداية شرحت لكم في البداية. اما هذا اعزائي الطلبة تي هذا نسموه التوتر، التوتر بالفرنسي نسموه لا تنسيون هكذا. وهنا اعزائي الطلبه لاحظوا انني قلت بي صبنا بي تساوي تي اي تساوي ام جي تساوي ك دلتا ال، واش يعني هذا؟ يعني ان الشعاع بي وتي لهما ماذا؟ لهما نفس خط التاثير، لاحظ شعاع بي وتي لهما نفس خط، نفس خط التأثير، ولي ما قلتش ما قلتش لهما نفس نقطة التأثير، قلت لهما نفس خط التأثير، أي أن نقطة التأثير لتي و بي، لاحظ هذه جاية هنا وهذه جاية هنا، توجدان على نفس الاستقامة، توجدان على نفس الاستقامة.
هنا رانا درسنا توازن الجملة، ومن بعد قال لك استنتج قيمة رد فعل نقطة تثبيت أ. وين راهي نقطة التثبيت أ؟ هي هذه النقطة، نقطة التثبيت أ لهنا. يعني لاحظ معي، ها هي الأ لهنا أعزائي الطلبة، راح يكون عندنا رد فعل. لاحظ كيفاش يكون رد الفعل، نرسمه لهنا بالأخضر، ها هي نقطة رد الفعل، نرسمها هنا، عفوا درتش المسطرة هكذا، والأخرى تكون هذه كنديروها بالأزرق أحسن هكذا. يعني انتبه، يعني هذه تي فتحة، نسميها بتي فتحة، وهذه نسميها بآر رد فعل، ها هي. إذا لاحظوا لهنا أعزائي الطلبة أن نقطة التثبيت أ تتوازن تحت تأثير قوتين متعاكستين، هي كذلك تتوازن تحت تأثير قوتين متعاكستين، اللي هو قلنا التوتر تي فتحة ورد الفعل آر. إذا نكتب الإجابة، تتوازن نقطة التثبيت نقطة التثبيت صح، تحت تأثير قوتين متعاكستين، تحت تأثير قوتين متعاكستين كذلك، يعني أيضا كما شفنا التوازن تاع وين راه معلق الجسم، كذلك في يعني هنا واش نقصد بها، عندنا توازن هنا، شوف كاين هنا توازن، وهنا الفوق وين نقطة التثبيت كذلك كاين توازن. يعني قلنا تتوازن نقطة التثبيت تحت تأثير قوتين متعاكستين، هي كذلك هما ماذا؟ هما أي التوتر، التوتر سميناه تي فتحة، ورد الفعل اللي هو R. يعني فيكون لدينا ماذا؟ أي تي فتحة، تي فتحة زائد R رد الفعل تساوي الشعاع المعدوم، تساوي ماذا؟ الشعاع المعدوم. نفس الشيء كما دلنا مع الأول، أي هذا يعني أن تي فتحة يساوي ناقص R، يساوي ماذا؟ ناقص R. وهذا يعني كذلك أن تي فتحة ناقص R تساوي الصفر، وهذه العلاقة نسميها اثناني. يعني هذا أن تي فتحة تي فتحة تساوي ماذا؟ تساوي R. بعد واش قالوا لنا؟ قالوا لنا كذلك الطول الجديد للنابض، لازم نجد ماذا؟ الطول الجديد للنابض. هنا نكتب إيجاد الطول الجديد للنابض. إذا هنا نطبق القانون الثالث للنيوتن. إذا حسب القانون الثالث للنيوتن، يعني نقصد به مبدأ الفعلين المتبادلين، مبدأ الفعلين. لاحظوا هنا عندنا في التوازن كاين مبدأ فعلين متبادلين بين تي و بي، أي التوتر والثقل، وبين رد الفعل R و تي فتحة اللي هو التوتر كذلك، المتبادلين.
إذن ماذا يكون لدينا؟ يكون أن تي شعاع تي زائد تي فتحة تساوي ماذا؟ تساوي الشعاع المعدوم، تساوي الشعاع المعدوم. لماذا؟ لأنهم لاحظ في الشكل راهم متساويين برك متعاكسين. إذن واش نزيد تاني؟ واش يعني هذا؟ أي أن تي يعني الطاولة تاع تي تساوي طاولة تاع تي فتحة. نأتي الآن ونجمع العلاقتين، نجمع العلاقتين واحد واثنان. وراهي العلاقة هاني درتهم هنا، هاي الاثنان تي فتحة ناقص ار تساوي الصفر، وهاي الأولى بي ناقص تي تساوي الصفر. كي نجمع هاتين العلاقتين ماذا نجد؟ نجد أن أي آر تساوي بي، تساوي بي. لماذا؟ لأن لهنا راح تكون هذه منا وهذه منا، يروحوا تي وتي فتحة تروح. إذن تساوي ماذا؟ تساوي أم جي، أم جي. أم عطاوها لنا 200 غرام، تحولوها للكيلو غرام، أي 200 في 10 قوة ناقص 3 في جي عطاوها لنا 9.81. إذن شحال صبت في الحاسبة؟ صيبوا 1.96 نيوتن. كما تحب هذه النتيجة، تحب ديرها 2 نيوتن دور إلى التدوير إلى الوحدة، أو لأني شفت أنا 1.962 دورتها إلى 10 قوى ناقص 2، تحب ديرها 2 نيوتن صحيح أنك أنت ساعة هنا تدور إلى الوحدة، يعني كلتا النتيجتين صحيحتين. ومن العلاقة الأولى، ومن العلاقة الأولى اللي هي بي ناقص تي تساوي الصفر، راح يكون لدينا يكون ماذا؟ يكون تي مادام تي ناقص بي تساوي الصفر، أو بي ناقص تي تساوي الصفر، راح يكون تي تساوي بي، ومنه تساوي مادام بي صبناها 1.96، إذن تي كذلك يكون يساوي 1.96 نيوتن. وكما كنت قلت لكم في البداية أن توتر النبض يتناسب مع استطالته، وحيث توتر النبض يتناسب مع استطالته، يعني كيف هذا؟ لهنا شوفوا مليح في الشكل لهنا، نقدر نقول العلاقة بين توتر النبض واستطالته. كيفاش راح تكون؟ يعني عندما مثلا نمثل الدالة تي تساوي اف لدلتا ال او اف لإكس صفر، هنا راح نحصل على خط مستقيم يمر من مبدأ المعلم، يمر من ماذا؟ من مبدأ المعلم، أي أن شدة توتر النابض هنا راح تتناسب طردا مع استطالته، أي نعبر عن ذلك بالعلاقة اللي هي تي تساوي ك في دلتا ال، أو تي تساوي ك في اكس صفر. هاي فيكون لدينا ماذا؟ أي دلتا ال مادام ك تساوي تي تساوي ك في دلتا ال، إذن دلتا ال تساوي تي على ك، وتساوي تي صبناها 1.96 على ك، عطاوها لنا 50 نيوتن على المتر، إذن تعطينا ماذا؟
اثنين، دور العدد إلى 10 قوى ناقص 2 تساوي 0.04 متر. الآن بعد ما صرت دلتا تي، الآن ننجم نوجد الطول الجديد للنبض، فيصبح الطول الجديد للنابض يعني ال ماذا يساوي؟ يساوي ال صفر زائد دلتا ال. لماذا؟ لأن دلتا ال يساوي دلتا ال يساوي ال ناقص ال صفر. إذن تساوي ال صفر عطاها لنا 10 زائد دلتا ال اللي هي 0.04 عطاها لنا 10 سنتيمتر. نحول هذه الى السنتيمتر، نضربها في 10 قوة 2 في 10 يعني 0.04 في 10 قوة 2 تعطينا ماذا؟ تعطينا 4 زائد 4 سنتيمتر، تعطينا ماذا؟ 14 سنتيمتر. اذا الطول الجديد للنبض هو 14 سنتيمتر. اي هنا لاحظ، هنا هذا الطول تاعو 10 سنتيمتر، هذا هنا صبنا دلتا ال 4 سنتيمتر. اذا من حتى لهنا 10 زائد 4 واش تعطينا؟ تعطينا 14 سنتيمتر. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.